تجاوزت هواية اقتناء الطيور لدى البعض إلى أنها أصبحت جزءاً من موروثها الثقافي، واختلفت الآراء في اقتنائها، إذ ذهب البعض إلى القول في أنها تكلف الكثير من المال، فيما أكد آخرون أن اقتنائها سهل جداً بغض النظر عن المادة. خلينا نشوف يعني شنو هذه الآراء بين مؤيد ومعارض. زميلتنا هبة السوداني أعدت لنا هذا التقرير من عمان. أينما تولي وجهك ترى ألواناً زاهية على هيئة طيور مختلفة الأنواع والأشكال والأصوات، تقول لك هنا التنوع الذي لا يشوبه أي نوع من النشاز. أغلب الطيور عندنا إحنا أليفة وحيوانات أليفة، طيور الكاسكو، عندنا المكوات، عندنا الصن كنيور، عندنا طيور درة، كوكتيل، طيور نواعم، كناري، جنة، حب، يعني أغلب الطيور عندنا أليفة. أكثر الطيور اللي هي الكاسكو، الببغاء الإفريقي الرمادي، هذا يعني من الطيور القوية في الكلام، و 99% من كلامها بتقلد الإنسان، وهي اللي عندنا أكثر قوة شرائية عندنا بالأردن. هو والله هو لا، هلا صار إحنا عندنا من جديد الحمد لله في البلد إنه في إنتاج لهي الأنواع من الطيور، مثل المكاو، مثل الكاسكو، الدرة، الكاساندرا، صار في عندنا إنتاج محلي الحمد لله رب العالمين، بس هي أغلب أصولها هي خارجية. هذه الحيوانات التي أصبحت ضيف دائم لدى العائلات، حيث يحب الكثير من الناس اقتناء وتربية الطيور لجمالها خاصة الناطقة منها. والله جايين نشوف الطيور اللي عنده، فحبينا نشوف الببغاءات، البنات والصغار حابين يشتروا ببغاء، فأنا جاي أصلا من الزرقاء. كاسكو اللي هو الأفريقي عليه إقبال كثير وناس كثير تشتريه، السبب إنه بيتكلم كثير، متكلم لدرجة طفل عمره 5 سنين، طير كثير متكلم وذكي جدا. ولم يقتصر اقتناء هذه الطيور لإكمال زينة المنازل فحسب، بل أصبحت تقدم كهدايا في المناسبات لما لها من تأثير نفسي جميل لدى مقتنيها. فجو الطيور في البيت كثير حلو، تفيق الصبح على صوتهم، تسمعي صوت العصافير. خالته وقت عيد الحب الماضي جابت لتيتا قفص فيه شوكولاتة وورود وطيور وورد وعصافير، حطت لها عصافير الحب في عيد الحب الماضي لتيتا. الشوكولا والورود هي وحدها هدايا العيد والمناسبات، بل أصبحت هذه الطيور المتنوعة في الأشكال والألوان هي أيضا. هبة السوداني لبرنامج صباح العراقية، عمان.